لمن لا يعرف هذا المركز، المركز القومي للترجمة متى أنشئ، دوره وأهم المهام اللي بيقدمها للثقافة المصرية؟ تمام، زي ما حضرتك بدأت، طبعا المركز اتأسس في أكتوبر 2006 بقرار جمهوري، وقبل المركز كان في مشروع قومي للترجمة كان تابع للمجلس الأعلى للثقافة، بدأ في تسعينيات القرن الماضي وأسسه الدكتور جابر عصفور، والمركز امتداد لهذا المشروع القومي للترجمة اللي بدأ في التسعينات زي ما قلنا، ووصل للكتاب رقم 1000 مع بداية إنشاء المركز القومي للترجمة في 2006. طبعا المركز معني بنقل الكتب والمعارف العالمية من اللغات كافة إلى اللغة العربية. والحقيقة أن الدكتور جابر وضع رؤية لدور المركز وأهميته. دور المركز مش بس بينحصر في ترجمة الكتب والمعارف، وإنما كمان ليه دور في أنه هو بيعد جيل جديد من المترجمين والكوادر في الترجمة في المعارف المختلفة، وبنحاول نحقق توازن في الترجمة ما بين المعارف الإنسانية بحيث أن ما فيش مجال يكون هو التركيز عليه ونهمل بقية المجالات. فالمركز من بداية إنشاؤه إحنا تقريبا ترجمنا عن 35 لغة أجنبية. جميل. وتعاملنا مع مئات المترجمين وعشرات دور النشر العالمية، وأصدرنا إلى حد اللحظة دي يعني ما يتجاوز 3500 عنوان. طيب دي أرقام كبيرة ومتميزة، خلينا بقى نقسمها كده واحدة واحدة. لما نيجي نقول أدب الأطفال، في إقبال على ترجمة أدب الأطفال؟ في إقبال على أن الأطفال تقرأ كتب مترجمة أصلاً؟ بالتأكيد طبعاً، في اهتمام كبير جداً من بداية إنشاء المركز القومي للترجمة بترجمة أدب الأطفال، وترجمنا من لغات مختلفة، ترجمنا أدب أطفال، طبعاً إحنا بنحاول نقدم أدب أطفال عالمي من اللغات المختلفة زي الإنجليزية والفرنسية، حتى ترجمنا قصص من اللغات الروسية. الأطفال بيحبوا جداً القصص الشعبية والأساطير والخرافات، فمثلاً أصدرنا كتاب حواديت البيوت للأخوين جريم، ودي مثلاً مجموعة قصص مهمة جداً في الأدب الكلاسيكي الألماني. ترجمنا حكايات إيسوب مثلاً، ترجمنا نسخة مبسطة من دون كيخوتا دي لامانشا للأديب الأسباني ثيربانتس بشكل مبسط طبعاً للأطفال. وعملنا كمان سلاسل، يعني استحدثنا سلاسل موجهة للأطفال، منها سلسلة اسمها أدب الطفل مثلاً، أصدرنا فيها عدد كبير جداً من العناوين المهمة بترجمة عن لغات مختلفة زي ما قلت لحضرتك كده، عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية، يعني عدد معتبر جداً. وفي إقبال طبعاً كبير من أولياء الأمور والآباء إن هم يجيبوا الكتب دي، وطبعاً ده بيشهد على كده جناح المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب. جميل.